اهلا بيكم مشاهدينا عين على البرلمان. الجوله الثالثه النهارده والاخيره لهذا الاسبوع. مهم جدا ان احنا نرجع نتحدث عن ما جرى طول الفتره اللي فاتت وطول الاسبوع بالتحديد من اداء حكومي للحكومه المصريه واداء برلماني للبرلمان المصري ونواب البرلمان المصري والقاء الضوء والتركيز كمان على اداء الاحزاب والهيئات البرلمانيه بشكل عام. كثير من القضايا اثارت الجدل في الفتره الاخيره، كثير من القضايا مطروحه للنقاش، أفكار الحكومة وتصرفات الحكومة في الكثير من الأمور، بالإضافة للرد من جانب البرلمان أو التعامل البرلماني. حقيقة أن في حالة انتقاد وجدل للأدائين، سواء كان أداء الحكومة أو أداء البرلمان. كثير من القضايا الحقيقة أحب أن أنا في آخر يوم في الأسبوع وفي آخر فقرة وآخر جولة، الجولة الحوارية عندي في الأسبوع، أن أنا أبدأ واستهلها مع حواري مع الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد في إلمام سريع للي حصل. برحب بحضرتك. الله يخليك أستاذ شريف، أهلا بيك. تحياتنا. تحياتي بيك. الحكومة كيف ترى أداء الحكومة المصرية إذا القضايا المعروضة حاليا؟ هقول لحضرتك في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شايف أن ثقة الشعب في الحكومة ضعفت، ويمكن السبب في هذا ليس تفاخر وتعاظم وكبر الشعب على الحكومة، ولكن هو ضعف أداء رئيس الوزراء والوزراء. وعندي خمس مشاكل يمكن الشعب كله شايفهم وعايشهم يؤدوا إلى أن لازم الثقة في الحكومة تطرح من البرلمان في أقرب جلسة ممكنة، إن لم يحدث تعديل وتغيير وزاري كبير كما أنا متوقع يعني. المشكلة الأولى مشكلة الخطبة المكتوبة ما بين وزارة الأوقاف وزارة الأزهر. نعم. واخد بال حضرتك؟ أو هيئة الأزهر أو جامعة الأزهر أو مشيخة الأزهر. مشيخة الأزهر ده أكبر منبر ديني وإسلامي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. كيف يختلف وزير الأوقاف مع الأزهر في إن الخطبة تبقى مكتوبة أو الخطبة تبقى غير مكتوبة؟ ومكتوبة وإلزامية ولا مكتوبة وإرشادية؟ وإرشادية، واخد بال حضرتك؟ ده خطاب ديني، إحنا بنعاني من المشكلة الدينية والخطب الدينية وبنعاني من الفتاوى الدينية التي أودت بنا إلى براسن الإرهاب. وبالتالي هذا الخلاف الكبير العلني المعروف هذا أمر كان يجب أن يحسم جدا وبسرعة كبيرة. المشكلة الثانية أيضا الخلاف العلني والمعلوم ما بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية، محافظ الإسكندرية بدرجة وزير والوزير وزير، وزير التنمية المحلية رئيس مباشر للمحافظ. مشكلة علنية في التلفزيونات وفي الصحف، إهدار مليار جنيه. كيف تكون بهذه الصورة ولهذه المدة دون تدخل من السيد رئيس الوزراء لحسم هذا الخلاف؟ وأنا أعتقد أن لو جاب الاثنين وقعد معاهم من أربع شهور بداية الأزمة، مش يسيبها أربع شهور، كان الأمر انتهى. الوزير غلطان وربع حد من رجال الأعمال مليار جنيه يحاسب، المحافظ غلطان يحاسب، لكن تفضل المشكلة علنية في كل الجرائد بهذا الشكل كأن مفيش رئيس وزراء، ده أمر يخلي مفيش ثقة في الحكومة. تمام. وإن الحكومة في وادي والمحافظين في وادي ورئيس الوزراء في وادي، يبقى جزر منعزلة. والرئيس ذنبه إيه؟ الرئيس شغال ليل نهار كله وطنية وإخلاص وشغل، لكن للأسف اللي تحت منه يمكن عاملين له أزمات. الموضوع الثالث موضوع الدولار، واخد بال حضرتك؟ أزمة الدولار، أزمة الدولار برضو أزمة. مجموعة الاقتصادية في الوزارة، مجموعة الوزراء في المجموعة الاقتصادية مش عارفين يديروا الأزمة مع رئيس الجهاز المركزي. وهل الاقتراض من البنك الدولي هو الحل؟ لا يمكن، لأن الاقتراض أنت بتقترض من عدو، بدل ما كان بيحاربك بسلاح ودباب وآلة بقى يحاربك بالاقتصاد، لأن زمن الحرب بالدبابات والصواريخ انتهى. وبالتالي أنت بتاخد قرض من عدو، هيبقى نوايا إيه؟ أنا بقول أن دايما القرض فيه سم، واخد بال حضرتك؟ والمجلس العسكري بعد ثوره ومصر كانت في حاله ضياع كامل مش زي دلوقتي في استقرار، رفض القرض بخمسة مليار. كان الرئيس السيسي عضو في المجلس العسكري وكان من الرافضين لهذا القرض. فانا برضه شايف ان الحكومه تتصرف في ازمه الدولار تصرف غير طبيعي وغير دقيق، بيؤدي الى زياده سعره في السوق، واصبح الدولار سلعه. يعني معالجه الحكومه لازمه الدولار من وجهه نظر حضرتك مش إيجابية، مش جيدة على الأرض، مش جيدة على الإطلاق، أدت إلى تفاقم الأزمة، واخد بال حضرتك؟ وأدت إلى تفاقم الأزمة. حتى تصريح رئيس البرلمان، واخد بال حضرتك، بأن إعدام أصحاب شركات الصرافة أدى إلى زيادة سعر الدولار في نفس اليوم 25 قرش، واخد بال حضرتك؟ هو رئيس البرلمان أسد على شركات الصرافة، نعامة على الحكومة.
ده بالعكس، ده هو المفروض يحاسب الحكومه ويراقب الحكومه ويشيل الحكومه، ده سلطاته. ما يقولش وهو رئيس برلمان اعدام لاحد بدون محاكمه عادله وناجزه وتحقيق، وفعلا تدخله في هذا الامر اثر سلبيا في ازمه الدولار، وما كان له ان يتدخلوا بهذا الاسلوب من العصبيه. واخد بال حضرتك؟ الازمه اللي بعد كده ازمه توريد القمح الوهمي. الناس تسمع ان في غاز، الناس بيعملوا منه مليارات، المخدرات، السلاح، لكن واحد يبقى شاب عنده 35 سنه ويعمل مليار جنيه من توريد قمح وهمي، هل الفساد وصل الى قوت الناس الغلابه؟ القمح دي نجح فيها البرلمان، واخد بال حضرتك؟ نجح فيها البرلمان، نجح في كشفها كلجنه تقصي حقائق. لا، هو اللي كشف الواقعة التوريد الوهمي بعد ما اتكشفت، البرلمان عمل لجنه تقصي حقائق، واللجنه لحد النهارده لم تنتهي من قرارها، واخد بال حضرتك؟ احنا دلوقتي في انتقادنا للحكومه مش للبرلمان، لسه البرلمان هنروح له، لكن في الحكومه، واخد بال حضرتك؟ الوزير اللي يبقى كل سنه في سرقه مليار جنيه من توريد وهمي للقمح، الوزير ده لا يحاسب؟ واخد بال حضرتك؟ طيب اذا الوزير، الحكومه كلها تتشال في واقعه زي التوريد الوهمي. اذا الوزير قال وصرح في البرلمان، وده علمناه من نواب البرلمان، قال انا تقدمت بنموذج لاصلاح وتغيير هذه المنظومه بالكامل في عام 2014 للحكومه، وتم ارجاء هذا الامر. طيب عمل على تعديل اللي موجود، هو قدمه لمين؟ للحكومه. يبقى الحكومه كلها تروح. ده هو كده ادان الحكومه كلها بما هو فيها. واخد بال حضرتك؟ اذا كان قدمه للحكومه والحكومه سكت على سرقه 4 مليار جنيه، واخد بال حضرتك؟ يبقى الحكومه كلها تروح. ده هو كده ادان الحكومه بتصريحه، ما عفاش الحكومه من المسؤوليه. الموضوع الخامس، زياده اسعار الكهرباء. واخد بال حضرتك؟ لا يجوز زياده اسعار الكهرباء باثر رجعي زي ما صرح وزير الكهرباء، لان ده مخالفه دستوريه وقانونيه، لان الاحكام لا تسري باثر رجعي. كذلك المحكمة الإدارية العليا قالت لا يجب أن قرارات الحكومة المصرية تسري بأثر رجعي في حكم شهير لها سنة 57. وبالتالي هذه خمس مشكلات كفيلة أساسية وتعلق بالمواطن. الكهرباء يا فندم لما بيزيد بتغلي كل حاجة، مش الكهرباء بس. فخمس مشكلات أساسية تستتبع أن يطرح البرلمان الثقة في الحكومة بالكامل. على الناحية بقى الأخرى، كيف ترى أداء البرلمان المصري والنواب؟ أنا عايز أضيف بس نقطة للحكومة، إن النواب دايماً بيشتكوا إن الحكومة مش بترد عليهم بسرعة ومش بتستجيب ليهم بسرعة، دي دايماً شكوى من أعضاء البرلمان للحكومة. تمام. إذا كان حال النواب هاد كده، يبقى المواطن العادي إيه؟ نرجع للبرلمان، واخد بال حضرتك؟ في الجزئية ديت لا يجب إن عضو البرلمان يشتكي إن الحكومة لا تفعل له. ليه؟ لأن الدستور قال مين بيحاسب مين؟ قال إن عضو البرلمان يحاسب الوزير، وعضو البرلمان في صلاحيات وفقا للدستور اعلى من الوزير. انت عارف ان رئيس مجلس النواب اعلى من رئيس الوزراء، بدليل في دليل دستوري. حتى في العيد اللي فات رئيس الوزراء لاول مره في التاريخ يذهب لرئيس البرلمان ليهنئه بالعيد. يبقى مين الاعلى بروتوكوليا؟ اصبح رئيس النواب اعلى. مين اللي يشيل رئيس الوزراء؟ مجلس النواب. يبقى ازاي النائب يشتكي ان الوزير ما بيعملوش؟ ما بيعملوش يطرح الثقه فيه ويحاسبه. لكن النواب اغلبها او بعضها لا يعلم دور الدستوري الحقيقي. فكره الخدمات يمكن هي الفكره اللي بتخلي النواب يقدموا خطوه ويرجعوا خطوه، وبيبقوا عايزين يكسبوا الوزراء وعندهم امل. انا بتكلم مع حضرتك بصراحه، ان اللي عايزين يحلوا مشاكل دوائرهم عندهم مشاكل كتيره، اهالي الدايره ماسكين فيهم، اصل هي ثقافه مجتمع في الاخر. في الاول وفي الاخر حضرتك أنا بتكلم على الدستور اللي بيحكم العلاقة ما بين النائب والوزير، أو ما بين البرلمان والحكومة. السلطات الجديدة في الدستور الجديد تخلي البرلمان في السماء، وتخلي الحكومة تخطب ود البرلمان. يعني لو في عيب هنا يبقى للنواب. إن كان في عيب في الوزارة لا تنفذ، يبقى العيب يرجع للنواب، لأنهم لم يمارسوا اختصاصاتهم الدستورية كما يجب. بدليل أنا بقول لك خمس مشاكل كفيلة بطرح الثقة، هم طرحوا الثقة في وزير. طب وزير التموين اللي عنده 4 مليار سرقة في التوريد الوهمي، حد طرح الثقة فيه؟ حد عمل استجواب فيه؟ حد عمل استجواب لحد النهاردة من أول يوم في البرلمان؟ ولا استجواب نظر لحد اليوم. تفسير ده إيه؟ دورة ضعف في الأداء البرلماني، ضعف في الأداء البرلماني 100%. وإن رئيس البرلمان لا يرضى أبدا لأحد من النواب أن ينتقد الحكومة. على فكرة يعني هو أسد على شركات الصرافة، مع الحكومة
غير كده، مع انه المفروض هو اللي يراقب الحكومه وهو اللي يشيل رئيس الوزراء ويطرح الثقه في الوزراء لو عايز، لان هو اللي عليه دور المراقبه. فلو في ضعف في الاداء الحكومي انا شايف انه يشارك في هذا الضعف، ضعف النواب، ضعف البرلمان وضعف النواب. عدم وجود اغلبيه خليني اسميها مخلي اداء البرلمان مش متسق ان صح التعبير. يعني مصر كانت محتاجه في الوقت ده الاغلبيه. هقول لحضرتك، هو عدم وجود اغلبيه نظرا لانتهاء حزب الحريه والعداله والحزب الوطني اعلى شعبيتين قبل الثوره، تمام، فاصبح في حاله جديده من التطور السياسي المصري نتج عنها نظام انتخابي ضعيف وغير صحيح، انتج برلمان به بعض الايه العيوب زي ما احنا شفنا. ففعلا البرلمان ده ما فيش فيه اغلبيه حاسمه، وان كانوا هم عملوا في دعم مصر ائتلاف دعم مصر، ائتلاف دعم عشان يبقى مكون اغلبيه، ان الائتلاف نفسه بيضرب عمليه المصالح. يعني تلاقيه اسد في موقف مش اسد في موقف تاني. حتى البرلمان، يعني انا شايف حتى في موضوع اسقاط العضويه خاصه بتاعه الاستاذ احمد مرتضى منصور والاستاذ عمرو الشوبكي، راي حضرتك في ايه؟ انا رايي ان البرلمان كان اسد على عكاشه نعامه على احمد مرتضى منصور، لانه عكاشه في ساعة واحدة أسقط عضويته بدون حكم قضائي، بينما عمرو الشوبكي مع حكم قضائي نهائي بات من محكمة النقض، وبقالنا شهر نقول آه ولأ، مع أن الموضوع دستوريا محسوم وقانونيا محسوم. الحكمين بيقولوا إيه؟ الحكم الأولاني كان في المرحلة الأولى للانتخابات، بيقول أن اللي طعن على الأستاذ أحمد مرتضى منصور أنه وصل إعادة طعنه غير مقبول، خلاص يبقى عضويته لحد مرحلة الإعادة صحيحة. دخل إعادة مع مين؟ مع الدكتور عمرو الشوبكي، دي مرحلة ثانية خالص. في مرحلة الإعادة إن الدكتور عمرو الشوبكي يفوق ب 300 ويزيد من الأصوات، يبقى بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور ونجاح الدكتور عمرو الإيه؟ إيه تفسير حضرتك لإبطاء هذا الأمر؟ زي ما أنا بقول لك كده، البرلمان أسد في بعض المواقف وغير قادر على الحسم، وغير قادر على الحسم في بعض المواقف الاخرى، وغالبا في مصر برضه معلش الصوت العالي واخد بال حضرتك والشوشره وبعض الامور كده يمكن بتاكل مع الناس وبتمشي مع الناس، لكن ما كان يجب ان تاكل في البرلمان او تمشي على البرلمان. موضوع عمرو الشوبكي واحمد محسوم من الوهله الاولى بحكم محكمه النقض بشهاده جميع الدستوريين والقانونيين موضوع منتهي تماما، لكن أنا لا أعلم سبب تباطؤ المجلس إلى هذا الحد، فهذا أمر يسيء إلى البرلمان وسلطاته القوية، ويسيء إلى أعضائه، ويسيء إلى السلطة المتحكمة في هذا البرلمان. إن أراد البرلمان، خليني أبدأ بالحكومة، إن أرادت الحكومة أن تعيد تاني توفيق أوضاعها عليها أن هي تبدأ بإيه؟ تعيد توفيق أوضاعها مع الشعب ولا مع البرلمان؟ مع البرلمان، يعني هي بالتأكيد مع الشعب، بس أنا بتكلم في المعاملات هنا ما بينه وما بين البرلمان في القوانين المطروح. أصل حاجات كتيرة، أولا الجدل اللي حضرتك تفضلت وذكرته والذي لم يزل حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها مش محسوم، اللي هو الجدل ما بين الأوقاف والجدل ما بين مشيخة الأزهر وبرضه ودخول التنمية المحلية ودخول كمان ومحافظة اسكندرية وأزمة الدولار وتوريد القمح ودخول والكهرباء، كل دي أزمات لم تحسم حتى الآن، ودي محتاجة من رئيس الوزراء أن أنا أقول له اقعد مع الأستاذ أحمد الدكتور أحمد زكي بدر ومع محافظ اسكندريه الاستاذ المهندس محمد عبد الظاهر، ده كان قاعد من زمان. ده الدكتور فاروق جويده كاتب مقاله الجمعه اللي فاتت في هذا الامر يندى لها الجبين. يعني هو ده حد محتاج يقول لرئيس الوزراء مال سلطتك وحل بين وزيرك ومحافظك، خاصه في موضوع فساد في الحديقه الدوليه في اسكندريه. هل موضوع الكهرباء ده كل العالم ده لا يعذر الجهل بالقانون، لا يسر القانون ولا القرار باثر رجعي، رئيس وزير الكهرباء لا يعذر الجهل بالقانون، لا يعذر، مش عذر، لا يعذر الجهل بالقانون. الوزير يقول لك هيطبق باثر رجعي زياده الكهرباء، طب احنا مستورين، طب الناس الغلابه دي تعمل ايه؟ اللي فاتوره جايه له 500 جنيه و1000 جنيه. لو في مشكله متعلقه بسرقه كمان التيار الكهربائي، ان الناس لما بيجي لنا مكالمات بيقول لحضرتك طب ما تحلوا مشكله التيار الكهربائي اللي بيتسرق ده بدل ما تحملوا الناس الغرامه. يعني هم بقوا شايفين ان اعمده الاناره بتنور في الطريق، طب ما دي اهدار وفي ناس بتسرق التيار الكهربائي، انتوا ليه بتحملوه على الفواتير؟ بالظبط، انا شايف ما فيش اصلاح في الوزاره الحاليه بقياده رئيس الوزراء شريف اسماعيل. انا شايف انه يجب، حضرتك شايف ان هم بيضروا الرئيس؟ ارى ان استمرارهم، انا شايف ان هم بيضعفوا شعبيه الرئيس. يعني الرئيس زي الفل، وطنيه متدين
مؤدب شغال ليل نهار، المشروعات اللي بيقودها ناجحة، بيعمل تنمية لمصر، ربنا يحميه القوات المسلحة هي القوات المسلحة بتأدي دورها تمام التمام، الداخلية لحد كبير بتأدي دورها واخد بال حضرتك، لكن أنا شايف خارجية أغلب الخارجية برضو وزير الخارجية نشاطه هايل، وزير الشباب والرياضة نشاطه هايل، واخد بال حضرتك، أنا شايف أغلب الوزارات لا تؤدي دورها، مما ينتقص من شعبية الرئيس في هذه الفترة، وده شيء لابد السيد الرئيس يتدخل بما له من سلطات دستورية وإقالة هذه الحكومة، ويمكن في معلومات متناثرة ومنتشرة في هذا الأمر. حضرتك نسيت التعليم والصحة. أقول لحضرتك أنا ليا تعليق عليه قبل كده في حلقة من الحلقات، هو كان مدرس موسيقى في مدرسة في المنصورة، مش هقول أكتر من كده، فما ينفعش. والصحة؟ ما ينفعش، الصحة طبعًا فضيحة المستشار بتاعه اللي هو اختاره ورشوة داخل الوزارة في أمر يخص توريدات داخل الوزارة لأجهزة طبية بتعالج الناس، هذا أمر كان يكفيه لأن يتقدم باستقالته فورًا دون أن ينتظر الإقالة من رئيس الوزراء أو الرئيس. عايز أتكلم مع حضرتك بصراحة، الحكومة بتطرح الحقيقة مجموعة من مشروعات القوانين، أول ما تطرح بتحصل حالة كبيرة جدا من الجدل، زي على سبيل المثال منح الجنسية. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ هقول ان شايف ان ده عار على اي نائب من النواب اللي طرحوا هذا الامر، لان الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، مش بمليون دولار وديعة ولا بمئة مليار. الجنسية في كل البلاد، حتى البلاد الاقل مننا كثيرا زي رواندا ولا بوتسوانا لها قواعد صارمة لكي تكتسب هذه الجنسية. وهل مصر هانت وضعفت إلى الدرجة التي تبيع فيها جنسيتها؟ فهذا أمر مشين جدا ومحل انتقاد من أبقاسي وداني في هذا الأمر. إن كنت عايز تشجع على دخول العملة اعمل زي الدول ما عملت، اعمل أنشطة قوي السياحة، رجع السياحة، حبب السائح إنه يجي مصر، مش إنك أنت تبيع جنسيتك. فالجنسية المصرية أغلى من هذا الأمر، وبالتالي ضعف الدولة أيضا وضعف الحكومة هو اللي بيؤدي إلى مثل هذه الأمور وهذه الأطروحات بأمور لم نسمع عنها قبل ذلك. طيب، والاقتراح فيما هو متعلق بأن احنا نشيل خانة الديانة من البطاقة؟ أنا ضده. احنا عايشين كده من زمان، واخد بال حضرتك، مش عايزين اقتراحات تعمل لنا فتن. طول عمرنا كلنا البطاقة معروفة بياناتها، الاسم، السن، تاريخ الميلاد، الديانة، أشيلها أو أخليها؟ مال هذا الامر يعني؟ بس مش ده ممكن يعمل مشاكل على من الناحيه القانونيه، مش ده ممكن يعمل مشاكل في التعاملات؟ يعني واحد يخش مثلا مسلم ويروح يتجوز واحده وممكن يقول للراجل انا من ديانه ثانيه وانا مسيحي والعكس، مش ده ممكن يعمل مشكله؟ يا فندم انا علي اصحابي وبحبهم جدا، اساميهم لو انا قلتها لك ما فيش فيها ما تعرفش بالظبط، واخد بال حضرتك. ثانيا احنا الامر ده مستقر عندنا، احنا ليه؟ طب ما نشوف نوقد الفتنه ازاي؟ طب ما نشوف المسيحيين طلباتهم ايه ونعملها. عايز كنيسه ما يبني كنيسه، عايز اتنين ما يبني اتنين، مال ده ومال ده؟ احنا بندور على الشكليات، لكن عند الموضوع طب ما نديهم حقوق. في حتت كتيره جدا مهضومه حقوق المسيحيين فيها، ما ياخدوا حقوق. احنا في مصريين ما عندناش حساسيه من هذا الامر، لكن الخارج ممكن بيأجج هذه الفتنه، وممكن يخلي نائب يقول له اقترح الاقتراح ده او الاقتراح ده، لكن أنا شايف الاقتراحات دي كلها شكلية لا تثمر ولا تغني من جوع ولا تحل الأزمة الباطنة بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين. لكن اللي يحلها مش الأعداد العرفية أيضا، لكن اللي يحلها أن يبقى تطبق مبدأ المواطنة، تطبيق فعلي وقولي وعملي وتفعيل القانون على المخالف. أيوة يا فندم، في فرق كبير بين دولة القانون والدولة القانونية. دولة القانون هي الدولة التي يخضع الجميع فيها للقانون، حاكم ومحكوم، قوي وضعيف، واخد بال حضرتك. أما الدولة القانونية التي تخالف القانون ثم توفق أوضاعها لتتماشى مع القانون. إحنا دولة إحنا دي إحنا مش دولة القانون، إحنا دولة قانونية بتخالف وبعدين توفق أوضاعها. أما دولة القانون لو اتطبقت محدش مننا هيبقى زعلان، لا مسيحي ولا مسلم، لا غني ولا فقير، لا ضعيف ولا قوي. العدالة الانتقالية شعار بيرفعه حاليا حزب مفهوم العدالة الانتقالية في حزب الوفد. الحمد لله أنا اللي عامل مشروع قانون العدالة الانتقالية وسلمته في الهيئة العليا لحزب الوفد لكي يطرحه نواب الوفد في البرلمان لكي يقر. الأخطر
قبل القانون ارجع للدستور. الدستور بيلزم في الماده 241 منه مجلس النواب الحالي الزام الزام مش يرى ولا يجب، الزام انه يقر هذا القانون. وانا بتحدى من هنا ان البرلمان يقدر يقر القانون ده في الفتره الباقيه له ولمده شهر، ولن يقر وهيبقى فيه مخالفه دستوريه ساته كمان. قانون العداله الانتقاليه ده شرع بعد الثورات، واكبر نموذج ليه كان جنوب افريقيا، لان انت عارف جنوب افريقيا كان فيها تفرقه عنصريه غير طبيعيه وثوره غير طبيعيه، فاتعمل ليه القانون ده عشان يكبر الضرر. اللي اتظلم في الثوره ياخد حقه، اللي جرح في الثوره ياخد حقه، اللي قتل في الثوره ياخد حقه، كل من اضر يجبر الضرر بتاعه، ويجب على الجاني اللي اضر ان يعتذر ويعترف بالخطا. وتبقى هنا في مصالحه وطنيه، وفي مرحله فيها عداله انتقاليه، عشان المرحله انتقاليه فيبقى في عداله للمرحله دي فقط. فهذا قانون استثنائي يطبق بعد الثورات لجبر الاضرار وتعويض المضارين ومحاسبه مرتكب هذه الجرائم. عشان كده انا بقول لك صعب جدا انه يطبق، لان ما حدش عايز يفتح الملف ده مره وفي مرة ناس أخرى. مش معترفه، في ناس مش معترفه، بالرغم من انا مش بتكلم هنا على الناحيه الدستوريه، انما حضرتك بتقول مصالحه والمخطئ يعترف ويعتذر، في ناس مش معترفه ان هي مخطئه. ده مستمر، ده من شروطه الاعتراف بالخطا والاعتذار عنه قبل جبر الضرر. واخد بالها؟ يمكن ما عندناش الثقافه دي، او يمكن ناس زي ما ناس كده متزقلفه بتقول ان هو معمول عشان المصالحه مع الاخوان. مال ده؟ مال ده ومال الاخوان؟ ده انا بجبر ضرر، عندي ثورتين، 25 يناير اللي انا بعتبرها عوده الروح للشعب المصري بعد ما انظرنا الجميع انه قد مات ولن يقوم بثوره في تاريخه، و30 يونيو اللي هي ثوره حقيقيه اللي انا بعتبرها عوده الوعي بقى مش الروح للشعب المصري، بان استرد ثورته من الاخوان اللي اختطفوا الثوره وكانوا هيختطفوا الشعب معاها لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب انتفض معاه والمجلس العسكري ورده للبلد دي قيمتها وردوها الحمد لله. واخد بال حضرتك؟ العداله الانتقاليه اهم بنودها اللي بيميزها ايه في هذا المشروع؟ اللي بيميز العداله الانتقاليه ان هي في رايي الشخصي وبالعاميه كده انها بتقفل مرحله، بس بتقفل مرحله بشكل جيد لا يسيب اثر سلبي او نفسي عندك او عندي او عند المضار او الذي قتل له احد الايه الابناء. وبالتالي هي بتقفل مرحله قفل يستطيع او نستطيع به ان نضع مصر على مدارج التنميه، ودي المهمه بقى اللي بيدور عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التنميه الصناعيه والزراعيه والاجتماعيه والسياسيه، لان مصر لن تصعد الا بتنميه هذه الاتجاهات الاربعه، ولابد ان نضع مصر على مدارج التنميه هذه لكي تنهض من مهمتها. من عوامل وضعها على مدارج التنميه انك تعمل قانون العداله الانتقاليه عشان تنهي فتره اليمه نهايه مش طيبة. طرف يعني ده مش طرف. مين اللي مش طرف؟ العداله الانتقاليه مش قانون يعني للطرف. احنا لا هو مش طرف، حضرتك مصر محتاجه قوانين يعني اشد من كده. لا اللي حضرتك بتقوله ده بقول ان العداله الانتقاليه مهمه لوضع مصر على المدارج التنميه. انت هتشوفها انها طرف براحتك، غيرك هيشوفها ان هي خطيره ومهمه براحته. انا بقى كمحايد بقول انها مهمه. طب مهمه ليه؟ عشان انا مش هصعد الا بكل ابناء مصر. وانا لما ابقى عايز اصعد والرئيس عايز يصعد بالبلد لازم يبقى معاه كل فئات الايه المجتمع. اما اهل الشر براحتهم كما يسميهم، خليهم زي ما هم عايزين، لكن في ناس تانية انضرت من الثورتين، في محلات هدمت ونهبت، واحد اتاخد من محله في الحسين حاجات ب3 مليون و4 مليون، يعني بعد ما كان راجل مليونير دلوقتي قاعد على باب الله. يجبر الضرر ولا ما يجبرش الضرر؟ يجبر. واحد ابنها شهيد لا تبتغي من حياه غيره مات من يعولها، يجبر الضرر ولا ما يجبرش الضرر؟ حتى بتوع رابعه اللي ماتوا في رابعه، الاحسن للدوله المصريه ان كل من مات من رابعه يجبر ضرره. الديه كام؟ 5 جنيه 10 جنيه يجبر الضرر. حتى يبقى قدام الناس والمواطنين الاخرين غير اهل الشر ان تم اجبار له الايه
الضرر بتاعه، واخد بال حضرتك؟ فجبر الضرر ده مقدم في الشريعة الإسلامية ومقدم في الدساتير ومقدم في القوانين. طب ليه؟ عشان قلنا نطلع من مرحلة مصر نزفت فيها كثيرا وعانت فيها كثيرا وأضيرت فيها كثيرا إلى مرحلة جديدة يترأسها رئيس الكل يعلم مدى إخلاصه لهذا الوطن ومدى وطنيته ومدى تدينه. ويمكن ثقتنا فيه كلها أساسها أنه هو راجل يعرف ربنا وشهد له أهل الشر قبل ما يشهد له المصريين بجموعهم الغفيرة أنه هو راجل يعرف ربنا. وبالتالي ده يخليه يتطلب بأن الناس كلها يجبر الأصيبة يجبر ضررها عشان ناخدها معانا ونبدأ نبني في مصر الجديدة. إذا كان البرلمان الحالي بيشوف بصراحة كده أن ما تم إنجازه من منجزات تحسب للبرلمان من وجهة نظرهم ما حصلش في تاريخ كل البرلمانات المصرية السابقة، وأن اللي عملوه ده يعني إنجاز، فإن تأخروا في حاجة أو في قانون من المفترض أن الدستور نص عليه فده يعني خارجة عن إرادته. هقول لحضرتك زي ما أنا قلت لك، أنا بس هم عندهم الروح دي فعلا يا دكتور، احنا اللي حصل في تاريخ البرلمان المصري في الوقت ده ما حصلش في تاريخ. انا هقول انا راجل موضوعي ويمكن عشان كده بسال حضرتك. انا ليا تربطني بالبرلمان وبالنواب علاقات كبيره جدا، لكن انا ما اقدرش ابيع رايي بالذات في الاعلام لصالح البرلمان. ان كان هم يرون ذلك فهذه وجهه نظرهم. واخد بال حضرتك؟ حاجه تخصهم. لكن انا بقول ان اغلب الناس وأغلب النخبة وأنا منهم شايف أن البرلمان لم يفعل جديد، بل بالعكس من أقل البرلمانات إنتاجا في التاريخ ومن أضعف البرلمانات في التاريخ. واخد بال حضرتك؟ حلو جدا. عند هذه النقطة وهذا التوصيف هعرف من حضرتك تفاصيله بعد الفاصل، بس أستأذنك قبل ما ناخد الفاصل في مداخلات تليفونية معانا حابة أن هي تشارك. أستاذ تامر من الجيزة، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله. انا دكتور ياسر. استاذ تامر ازي حضرتك؟ ازي حاجه، ممكن يا فندم بس اطرح كام سؤال؟ اتفضل سريعا. اول حاجه يا فندم، لما الكهرباء تغلى على المواطن الفقير، تمام؟ المواطن ده بقال وشقه ومحل، تمام؟ مش هو هيزود عليا كل حاجه اخدها مني وده هياثر على دخلي؟ ثاني حاجه نسبه البطاله ما حدش بيتكلم عنها في مصر. والشركات والتامينات. تاني حاجة أنا برضك عايز أتكلم في موضوع بيخص الإخوة السوريين. تمام. إحنا بنروح أي دولة، السعودية، الكويت، الإمارات، ليا كفيل. تمام؟ الدولار اللي أنتوا بتتكلموا عليه دوت السوريين هنا في، طبعًا أنا مش قصدي حاجة عليهم، ربنا يعني يكرمهم ويرزقهم. موجودين في أكتوبر، موجودين في اسكندرية، موجودين في المحافظات، معاهم رأس مال، فاتحين محلات كبيرة، بيشغلوا سوريين بس. ليه أنا المصري لما أروح أسافر بره اشتغل في السعوديه والكويت الكفيل بياخد مني؟ ليه ما فيش كفيل مصري للسوري اللي هنا؟ ومش قصدي ان انا اخد منه حاجه، بالعكس هو بيحول درر، هو بيعمل درر اللي هو ناقص هنا في مصر. لو تنزل اكتوبر او تنزل تروح اسكندريه او تروح اي محافظه هتلاقي السوريين شغالين. وصلت الفكره، وصلت الفكره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ تامر. استاذ محمد من المنوفيه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه يا فندم للكهرباء، تمام كهرباء، انا عايز لفت نظرك لحته انا مشغول بيها. موظف الكهرباء تفتكر بياخد نهايه خدمه قد ايه؟ 380 الف جنيه. يا ترى احنا الارتفاع الاسعار ده بتاخده الموظفين، بيعود على الموظفين ولا بيعود على الحكومه؟ يا ترى الحكومه هي بتدعم مين بالظبط؟ تخيل معي، شوف كم موظف بيخرج سنويا نهايه خدمه. لما ياخد 380 الف جنيه. حضرتك يا فندم بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه انا على المعاش يا فندم. حضرتك كنت بتشتغل في الكهرباء قبل كده او عندك فكره عن دقه الرقم يعني؟ لا 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 لا، عندي فكره اكيده. تمام. عندي فكره لان ليا زمايل خرجوا. واخد بال سيادتك؟ مع حضرتك. الموظف بياخد 380 الف جنيه نهايه خدمه يا فندم. يعني حضرتك معترض على ال 380 الف جنيه اللي بياخدهم الموظف في نهايه خدمته؟ هل هو يستاهلهم؟ او ليس هناك موظفين في مجال الصحه بيتعبوا؟ هل هم بياخدوا المكافئات دي؟ موظف الصحه؟ تمام. ثانيا
الحكومة بتدعم، بتدعم مين بالظبط؟ لما بيبقى الموظف اللي زي ده بياخد 380 ألف جنيه لأي خدمة، لأن ده إن الكهرباء بتكسب ولا ما بتكسبش؟ أنا فهمت الفكرة، فهمت الفكرة، يعني اللي بيطلع من هذا القطاع ما بياخدش زي اللي بيطلع من قطاع آخر مختلف، ما فيش عدالة من وجهة نظرك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ خالد من بورسعيد. أستاذ خالد. أيوه. اتفضل يا أستاذ خالد. حضرتك الوقت أنتوا قاعدين تتكلموا، الوقت ما فيش حاجة بتتغير في البلد. الاسعار قاعده تزيد والفقير ما فيش، والفقير ملوش اي لازمه في البلد. يعني تروح حضرتك مستشفيات حكوميه بيعاملوا الناس بمعامله سيئه جدا، بيعاملوا الناس معامله سيئه، والحاجه قاعده تزيد، والكهرباء. طب الناس عايزه تعمل، الخوف على مصر ان يحصل فتنه، ان يحصل ثوره. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذن حضرتك نسمع الإجابات منك على كلام الناس بعد الفاصل. بعد الفاصل. من جديد أهلا بحضراتكم مشاهدينا. في كل الفترة الماضية قراءة سريعة لأداء الحكومة في القضايا المثارة على الأرض، وقضايا أيضا البرلمان في تعامله مع الحكومة، أو كيف تعامل البرلمان والحكومة مجتمعين مع القضايا اللي موجودة في مصر. وضيفي في هذه الفقرة التحليلية مرة تانية بجدد الترحيب بحضرتك دكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. برحب بحضرتك مجددا. اهلا بيك يا فندم. الاتصالات اللي خدناها قبل الفاصل الحقيقه في موضوع بيتكلموا عنه بشكل كبير، اللي هو موضوع الكهرباء، سواء بقى غلو الفواتير او اسعار الكهرباء، او فكره اللي بيخرج بياخد مكافاه قد ايه، بياخد مكافاه رقم معين، في حين ان ممكن حد تاني بنفس الدرجه الوظيفيه في وزاره اخرى ياخد اقل منه بكتير. تمام. هو الفكره بتاعت الخروج على المعاش هو طبعا كلامه مظبوط لسبب بسيط جدا، لان في شركات اسمها شركات محظوظه او وزارات محظوظه، وفي شركات اقل حظا. فطبعا اللي شغال في الكهرباء بياخد 360 ألف، وده مبلغ كبير، عشان اصلا هتلاقي مرتبه في الكهرباء كبير، لان دي من الشركات اللي بتدير ربح كبير، وبالتالي الوظائف فيها بيبقى مرتباتها كبيره. كذلك البترول، واخد بال حضرتك، كذلك شركات هيئات الاستثمار، وزاره الاستثمار. فكل كلامه مظبوط، لان اصلا هتلاقي مرتبه عالي، وبالتالي لما يخرج على المعاش بياخد نسبة من مجموع المرتب، فبيبقى المبلغ عالي. ويمكن هو بيتكلم على ان مفيش فيها مساواة. انا معاه ان مفيش فيها مساواة، لان لو افترض ان هو بياخد مرتب عالي وهو عايش في الخدمة، طب بعد المعاش كلنا نساوى، لان احنا بعد المعاش كلنا قعدنا، كلنا قعدنا وكلنا مستوانا واحد، عايزين اللي عايز يجوز بنته بقى، واللي عايز يصرف، واللي عايز وهكذا. فطبعا دي مفيش فيها عدالة. بالنسبة للبطالة، دي مشكلة العصر. والبطالة أنا شايف إن هي أشد ما تكون هذه الأيام. ليه؟ لأن كان زمان كان الشغل بالواسطة. خلي بالك من الحتة اللي جاية دي بقى. بتدخل على الوزير تعرفه، حد يعرفه، نائب، والنائب أنا عايز أعين ابن جاري ده اللي ظروفه صعبة، يقول لك يعين وأفاد. دلوقتي بيقول لك إحنا أكثر عدالة، إزاي؟ قال لك بالمسابقات. الشهر الأخير كان عامل مسابقة من أسبوعين. عايز 100 وظيفة مثلا. اللي متقدم 50 ألف. وهي نفس الواسطه برضه، كله بيقدم، واللي شغالين في وزاره العدل هيجيبوا قرايبهم اللي مقدمين في الوزاره. طب انت كده، انت خليت الواسطه بقت مركزيه داخل كل وزاره. لكن لو على الواسطه زمان ايام مبارك كان كل الناس اللي هتدخل، بيعرف يوصل، واللي بيعرف يوصل. لا انا بقول له بقى، هي هنا واسطه وايام مبارك كانت واسطه، بس رجعها زي ايام مبارك احسن. على الاقل كل واحد بيجري ورا واحد يشغله، لان دلوقتي لا انت عارف تشتغل وفقا للاعلان، ولا انت عارف تشتغل وفقا للي انت هتقدر تخليه يتدخل لك ويجيب لك الايه. طب والحل ده ايه؟ بعيدا عن، هل ليها طريقه معينه، نظام عالمي بيطبق بحيث ان يبقى في شكل مشكله الشفافيه؟ بص، هي مشكله مصر كلها واحده، ايه هي؟ الضمير. ما هو لما بيعرض على مجلس الوزراء يقول لك خليها بالمسابقات وامتحانات، ويبقى اللي انت كله ميري. كلام مظبوط صح، بيتطبق غلط. بيعمل المسابقات ويعمل الامتحانات، ويدخلوا الموظفين بقى اللي بيظبطوا الورق اللي بيجي لهم في نفس الوزاره اللي فيها الامتحان، سواء كهرباء او بترول او عدل او غيره، هم اللي بيلعبوا اللعبه القديمه. يبقى هنا مشكله ضمير، مش مشكله سيستم. زي موضوع الشركات الصرافه. شركات الصرافه لا تصنع ازمه الدولار، لكن هي المستفيده من ازمه الدولار.
واخد بال حضرتك؟ نفس الموضوع. بالمناسبة حضرتك، مع إغلاق هذه الشركات زي ما سمعنا في بعض التصريحات من مسؤولين، ولا مع إدماج هذا القطاع؟ لا يا فندم، إغلاق شركات الصرافة تصرف خاطئ من الحكومة والبنك المركزي، لأنه سينعش صرافة بير السلم. عارف زوار الفجر؟ كان اللي عنده جاي من السعودية مع 20,000 دولار يكلم بتاع الصرافة يجي له بعد صلاة الفجر يجيب له المصري وياخد منه الدولار. ما هي ده اللي كان قبل شركات الصرافة. لو قفلتها هيرجع الوضع زي ما هو. يبقى أنت هنا بتشجع السوق السوداء، ما انتش بتقنن، ما انت مش بتقنن. انت شوف ليه الدولار بدل ما هو أداة للتعامل أصبح سلعة في حد ذاتها. أنا بشتريه عشان أخزنه عشان أرجع أبيعه. بقى سلعة، بينما هو في الأصل مش سلعة، هو أداة وفاء. أنت شوف المشكلة فين. أنت عندك اللي بيلموا الدولار من السوق بيلموا ليه؟ عشان يستوردوا حاجات من بره ويدخل الدولار البنك. بس هو شاريه منين؟ من ما تخلي البنك يوفر له الدولار ويمنع الاستيراد بالدولار. زي ما قال خبير الاقتصاد الوزير مصطفى السعيد، قال لك الدولة هي اللي توفر الدولار. المستورد المصري بدل ما يدي الدولار للبنك، لا يديله مصري. يبقى أنا منعته إنه يشتريه منك بإيه؟ بسعر عالي، ومنعت المضاربة عليه في السوق. أخطر نقطة، ويا ريت يسمعها مني رئيس الوزراء في موضوع الدولار ده، أنا بسأله هو سؤال يجاوبني عليه. أزمة الدولار دي يا سيد رئيس الوزراء، هل هي أزمة اقتصادية أم أزمة سياسية؟ لو عرف يجاوبني على السؤال ده أنا أقول له الحل إيه بكرة. طب حضرتك ما تقوله دلوقتي؟ ما هو لما يجاوبني. ما هو لا عايز يعترف إنها أزمة اقتصادية ولا عايز يعترف إنها أزمة سياسية. طب ليه؟ أو إيه الفرق بين الاتنين؟ لو هي أزمة اقتصادية لها حل. لو هي أزمة اقتصادية وفقا لمعطيات السوق وعرض وطلب لها حل. لو هي أزمة سياسية ملهاش حل. إلا حل واحد. حل إيه؟ سياسي. بمعنى لو أزمة اقتصادية معروف، طب لو أزمة سياسية، عندما تتدخل الدول المعادية لمصر زي قطر وتركيا وأمريكا وإيران وتلعب في سعر الصرف وسوق الدولار في مصر، يبقى الموضوع ما بقاش اقتصادي. ولما تحولات المصريين تقل خارج بفعل، ما هو ده اللعب اللي انا اقصده. ان هو بياخد من المصريين الدولارات بره ويديله على انه سعره 15 جنيه. طبعا الغلبان اللي شغال بره ما يتعتبش عليه لانه شقيان بفلوسه وعايز اعلى سعر. اللي يتعتب عليه اللي ماسك هنا وزير وعايش في الفخفخينه ومش عايز ياخد قرارات صح. وبالتالي اذا كانت ازمه سياسيه يبقى لازم لها من حل سياسي. اما لو ازمه اقتصاديه هيلاقي الحلول كتيره ويروح للدكتور مصطفى السعيد يسمع منه الحل. مش عايز ولا متردد ان هو ياخد قرارات؟ إيه، ما هو مش عارف. يعني فكره الايادي المرتعشه. لا، اصل انا شايف ان ازمه الدولار ازمه سياسيه. ان قطر بتلعب في الدولار في مصر بدل الارهاب. اصل مشكله مصر ما بقتش الارهاب على فكره. اللي اخطر من مصر من الارهاب، اللي اخطر على مصر من الارهاب الاقتصاد. بقى الاقتصاد. وهي لما فشلت في الارهاب، وتركيا فشلت في الارهاب اللي في سيناء بفضل قواتنا المسلحه وجيشنا الباسل، ويمكن المتحدث العسكري المحترم دائما ما يدينا بيانات صحيحه ومبشره، خلت ان هو يختار طريق تاني اكتر من الارهاب، وهو هدم الاقتصاد. لان الاقتصاد يؤدي الى ثوره شعبيه. اما الارهاب هنخلص عليه، هنخلص عليه. احنا 100 مليون، لو راح 100,000 قصد ال 10,000 ارهابي برضه هنعيش، والشعب كله متحد، والشعب كله خلف القياده السياسيه وضد الارهاب. وبالتالي الاخطر على مصر هو الاقتصاد، وبالتالي ازمه الدولار في حقيقتها دول بتلعبك في الاقتصاد وفي موضوع الدولار. عشان كده انا بقول له لو هو يعني ما يسمعنا يا ريت يجاوبني. هو ادرى. استاذن حضرتك ناخد استاذه كاميليا من الجيزه، اتفضلي. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. انا في مشكله انا متعرض ليها، ومش انا لوحدي ولكن عدد كبير جدا من الناس قابلتهم في المحاكم. انا مأجره شقه عندي لواحد فلسطيني. الفلسطيني دون رحل بلده، يعني اترحل. بدل ما يسلمني الشقه قفلها، وبقى لها دلوقتي الشقه مقفوله 10 سنين. طبعا انا لجأت للقضاء، القضاء عندنا ما بيحكمش، ورحت لقيت ناس مأجرين لأفارقة برضو وبقالهم بالعشرة وال12 سنة. حضرتك مالكة حد تاني، معلش، حضرتك مالكة لشقة؟
مش كده؟ الشقه دي حضرتك كنت مأجراها لواحد فلسطيني. فلسطيني، وكان وعدنا ان هو لما تنتهي مده اقامته في مصر هيسلمها لنا. والفلسطيني ده راح اشترى شقه تمليك ونقل حاجته فيها والشقه قفلها على الفاضي. وبعد كده اترحل من البلد وراح بلده والشقه مقفوله. طيب ما هي ملك حضرتك. ما هو مش عارف اخدها، فانا بتصل علشان خاطر الفت نظر خايفه تكسر النائب ان هو يخلي الايجار بالنسبه للاجانب في مصر حر، يعني اللي معاه عقد ايجار قديم يخلي عقد الايجار ده حر بالنسبه للاجانب، بحيث ما يخليش واحد زي ده يقفل الشقه ويروح بلده ويحرمني منها. انا عندي ثلاث اولاد منهم اثنين ساكنين في ايجار حديث. طيب استاذن حضرتك بس استاذن حضرتك دكتور ياسر الهضيبي عايز يسال حضرتك سؤال. هو العقد عقد الايجار مع الفلسطيني نظام قديم ولا نظام الجديد؟ قديم قديم، ما انا متصله علشان كده بقول ان الاجانب اللي في مصر عقد الايجار عقد الايجار حضرتك هو ما بيسددش اجره من يوم ما اترحل. هو انا رفضت اخد منه الاجره فبيدفع الايجار في المحكمه. يبقى هو كده عايز يستمر ان هو مؤجر وبيدفع الاجره، لكن لو ما بيدفعش الاجره كان عقد الايجار بتاعه هينفسخ. لا هو بيدفع الاجره في المحكمه وللاسف الشديد بيدفعها غير منتظم. ورحت للمستشار في المحكمه قلت له ان هو ما بيدفعليش الايجار منتظم، قال لي روحي ارفعي قضيه، قلت له هرفع قضيه ثاني، قال لي ما احنا، قلت له لا طب انا عايزه بس المحكمه تشوف الاشهر اللي بيدفعها ولما يجي يدفع تسجل لي الاشهر اللي بعدها بحيث ما ادلوش فرصه ياكل عليا اشهر، فقال لي مش اختصاص المحكمه. انا هقول لحضرتك الفتوى يعني دي مشكله، ده انا بقول لحضرتك المشكله دي انا رحت المحكمه وشفت عدد كبير بيتعرض ليها، منهم ناس مأجرين من افريقيا وناس فلسطينيين اللي قاعدين في البلد بقالهم 20 و30 سنه معاهم ايجار. تمام حضرتك خلي بقى حضرتك اسمع الاجابه من الدكتور ياسر الهديبي. شكرا لحضرتك. الامر ده له حلين، هي بتبص لمشكلتها وبتقول في كمان مشكله عامه جنبها من اردني او هكذا. ده مطلوب منه الاول تدخل تشريعي من البرلمان لهذا الامر. زي ما هي طلبت ان يبقى عقد الايجار لاجنبي في حال حيله يعتبر مفسوخ تلقائيا. مش محتاج. اما مشكلتها هي لها ترفع دعوه ثانيه زي ما قالها المستشار. هي قالت كلمه مهمه جدا ان هو غير منتظم في السداد، فهو اول مره لما ما انتظمش ورفع الدعوه راح مسدد لها في المحكمه. في الحاله دي القاضي بيرفض الدعوه، لو رفع الدعوه ثاني بعد انقطاعه عن الانتظام في السداد القاضي هنا بيديها فسخ. فانا بنصحك انك ترفعي دعوه جديده بانه غير منتظم وانقطع مره اخرى وتستند فيها للدعوه الاولانيه اللي كان انقطع فيها قبل ذلك، زي نظام العود كده في الجرائم، طالما انقطع مره والقاضي رفض الدعوه عشان سدد في المره الثانيه القاضي بيديله فسخ على طول. تمام. استاذ احمد من القليوبيه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بعد اذن حضرتك انا بس بعرض عليكم مشكله، يا ريت بس انا عايز السيد الرئيس وانتم والناس كلها تكون شاهده على الكلام اللي انا بقوله عشان تقولوا رايكم. احنا حضرتك انا بتكلم بالنيابه عن الاف من معلمين الازهر الشريف المتعاقدين في الخارج تعاقد خارجي. طبعا احنا مدرسين، انا مدرس علوم، يعني المفروض اتعامل زي مدرسي التربيه والتعليم وليا حق كمصري. طلع لنا قرار من السيد وكيل الازهر، هو عن كلام حضرتك بيقول لك احنا بنطبق اللوائح والقوانين بعدم التجديد لنا فوق العشر سنين. فانا بسال سؤال، اشمعنى احنا كمصريين وكمدرسين ازهر التفرقه بيننا وما بين زمايلنا في التربيه والتعليم؟ ويرجعني انا بدفع حضرتك كل سنه 1000 دولار تامينات. واحب بقى ابشر السيد الرئيس بعد ما بعتنا له استغاثات بالالاف ان كل الساده الزملاء المدرسين بعد ما رجعوا شغلهم عملوا اجازه ما يسمى مرافق زوجه، ومرافق الزوجه ده بدفع التامينات بالمصري. يعني كده انحرمت الدولة من الدولارات، وكل الناس اللي استلمت محدش رجع شغل، كله استلم وبعد أسبوع عمل أجازة حاجة اسمها مرافق زوجة. وأكيد حضرتك فاهم وعارف يعني مرافق زوجة، زوجتي بتكون جايب لها عقد في الخارج وبالتالي بعد كده بدفع الفلوس بالمصري. تمام، يعني هنيئا بقى للدولة في القرارات الخاطئة والسيد الرئيس. نسمع تمام تمام تمام، نسمع بس خليني اسمع رد حضرتك يا دكتور. هقول لحضرتك هو كلامه طبعا في تفرقه ما بين المعلمين خريجي الازهر والمعلمين خريجي التعليم العادي، وهو بيتكلم في منطقه هو لامسها وهو مضرور فيها.
وبالتالي لا يجب أن يلقى كل شيء على السيد الرئيس في مثل هذه الأمور. الأمر ده خاز، دي ثقافة برضه. واخد بال حضرتك، ما هو الناس بتبص للكبير، واخد بال حضرتك، عشان كده بنقول لما الحكومة تقصر يبقى أداءها ضعيف بتستنزف من شعبية الراجل اللي هو ما قصرش، واخد بال حضرتك. وبالتالي موضوع الأزهر والتعليم العادي في بينهم كتير من الفروقات، مش في هذا الأمر فقط، لكن في أمور كده حتى بين الطلبة في التعليم العادي وطلبة الأزهر. فدي سياسة دولة قديمة واجب أن يعاد النظر فيها تاني، وبرضه عن طريق البرلمان، لأن البرلمان هو الذي من حقه أن يعدل التشريعات ويسن التشريعات. مين معنا؟ أستاذة ليلى من القاهرة، اتفضلي. مدينة نصر. أهلا بيك يا فندم. عايزة أكلم الدكتور ياسر. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. نعم أتكلم؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. أنا عايزة والله، عندي عمتي أخت جوزي بعد ما جوزي مات كانت قالت أنا عايزة أقعد في الشقة لأنها بس مؤقتا لجوزي. ممكن بس حضرتك تعالي صوتك شوية واستأذنك توطي التلفزيون عندك. ألو فهي، ألو حاضر، ألو. اتفضلي يا فندم. أنا ليلى أمين عثمان. اتفضلي يا فندم. مدينة نصر. اتفضلي. لو سمحت عايزة الدكتور ياسر. مع حضرتك اتفضلي. أنا دلوقتي عمتي أخت جوزي واخدة شقة بتاعتي وساكنة في حدائق حلوان، واخدة شقة بقالها 17 سنة ما بتدفعش ولا إيجار ولا ميه ولا نور، وقاعده فيها كده بعد ما جوزي مات بقالها 17 سنه وقاعده فيها كده غصب عنا، وقافلاها وقاعده في شبرا. وانا مش وبقالها القضيه بقالها 17 سنه. القضيه بقالها 17 سنه؟ ايوه. طيب بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هو طبعا اتكلم في نقطه مهمه جدا او نقطتين. النقطه الاولى ان مفيش عداله ناجزه. لان لما قضيه البرلمان يا دكتور مسؤول عن انه يحل المشكله دي عند القضاء، ولا ده شان قضائي بحت؟ لا ده بقى شان قضائي. شأن في مبدا اسمه مبدا الفصل بين السلطات. لا يجب للبرلمان ان يتدخل في السلطه واعمال السلطه الايه القضائيه، لان السلطه التشريعيه ما تتدخلش في القضائي، في فصل بين السلطات وفقا للدستور المصري. العداله الناجزه دي مشكله كبيره جدا في مصر. وانا يمكن ضربت مثل بيها هنا زمان، واحد من اهم اسباب الفساد طبعا. لان العداله البطيئه ظلم. وبعدين في مشكله كان حتى قالها الشيخ الازهر، قال الطار ليه منتشر في الصعيد؟ فالناس استغربت، ليه؟ طب ما تقول ده احنا من زمان مش عارفين. قال لك لعدم وجود عداله ناجزه. لان اللي بينقتل ابوه لو خد قصاصه من المحكمه وخد اعدام بعديها بشهر اتنين تلاته لا يمكن ان يقتص، لكن زي ما بتشوف كده خد 14 سنين يكون هو اقتص لابوه، وبالتالي الطار يولى الطار يولى الطار. وانا ضربت مثال شاسع وقاتل في موضوع العداله الناجزه، قلت في حباره. حباره ده في ثلاث دقائق، في دقيقه كفر ولادنا الجنود، ودقيقه نزلهم من الاتوبيس، والدقيقه الثالثه قتلهم. احاكموا بقى في ثلاث ساعات. طب في ثلاث ايام، طب في ثلاث اسابيع، طب في ثلاث شهور. بقاله ثلاث سنين ولحد النهارده لم يحاكم. والادهى من كده القانون الجنائي بيقول لاعتراف سيد الادله. هو اعترف في المحكمه ان انا قتلته، وقال للقاضي لو طلت اقتلك هقتلك في وشه، ولم يحكم، ولم يحكم عليه حتى الآن، ولم يعدم. في عدالة بطيئة أكتر من هذا الأمر، حتى في الإرهاب، حتى في أولادنا الجنود الغلابة. مش مشكلة بين واحد وواحد على حد مثلا في أرض. وبالتالي العدالة الناجزة مطلب جماهيري ومطلب شعبي، والرئيس كمان طلبها، والرئيس أكتر من مرة. عشان كده أنا عامل مشروع قانون جديد هعرضه على نواب الوفد، هيعرضوه في البرلمان، بإجراءات تخفف من بطء العداله وتجعل في عداله ناجزه. الله. هو مش ده كده تنازع اختصاص؟ اللي هو اللي لو اتعرض، لو البرلمان دخل في لا حاجه، لا البرلمان من حقه يشرع. القضاء من حقه يطبق. تمام تمام. البرلمان دوره يشرع. القضاء يطبق، بس ما يقدرش البرلمان يقول للقضاء سرع او عجل. لا هو يعمل له قوانين تخليه يعجل، يعني بدل النقض مثلا 60 يوم أسبوعين، يخليه مثلا في بعض القضايا شهر. لو البرلمان عملها شهر لازم القضاء يلتزم. لكن ما يقدرش يقول له دلوقتي سرع، يقول له ما انت مديني 60 يوم للطعن. ما انت بتقول لو ترد لازم لا، موضوع رد القضاء وعدم فصل محكمه النقض واعاده القضيه تاني لمحكمه الجنايات
لازم الموضوع ده يتغير. انا عامل مشروع كبير جدا وهنتقدم بيه كنواب الوفد للبرلمان في الجلسه القادمه. مشروع مهم جدا. سريعا انا فاضل لي 50 ثانيه، عايز اعرف راي حضرتك في قانون الاداره المحليه. قانون الاداره المحليه لم يصدر بعد، الناس عماله تشتغل في المحليات كان الانتخابات بكره، ومع ذلك ان القانون لسه يا دوب اقر في مجلس الوزراء، راح مجلس الدوله للمراجعه، لسه هيروح للبرلمان لكي يقره، ولسه يرجع تاني لمجلس الدوله، ولسه يرجع للرئيس عشان يعتمد اقرار البرلمان له، ثم تبدا اجراءات المحليات. انا اعتقادي ان المحليات ستكون في بدايه العام القادم. انا بشكر حضرتك شكرا شكرا جزيلا دكتور ياسر الهضيبي استاذ القانون الدستوري وعضو الهيئه العليا لحزب الوفد، شكرا على وجودك معنا وشكرا لتحليلك لاداء البرلمان والحكومه المصريه في القضايا المثاره على الساحه. محدش يزعل مننا بس. لا احنا صرحه وما بيهمناش ان شاء الله عشان غايتنا مصر يعني. ما فيش اي ما اعتقدش يعني ان في حد ممكن يزعل. حضرتك نقد موضوعي حضرتك بتقول رايه وده نقد موضوعي يقبل او لا يقبل، في النهايه هو امام السادة المسؤولين. انا بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا، شرفتنا وشرفتني. بشكركم كمان مشاهدينا على المتابعه، وبشكر كل السادة اللي عملوا معانا المداخلات، اتمنى ان احنا نكون جاوبنا بوضوح. بشكر حضراتكم وتحياتي وفريق البرنامج، الى اللقاء.